بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة السائل عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: الإسلام حريص على سلامة الأمة وعلى حفظ كيانها، ويحذر من الخلاف والتنازع، ويهيب بالأفراد كافة أن يتكاتفوا على إخراج الأمة من الشقاق والشحناء. فضيلة الشيخ صالح الفوزان، حدثونا عن أقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم ومضار التنازع مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولا تكون الأمة أمة واحدة مع النزاع والاختلاف المفرق، ولهذا نهى الله عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاستثناء هنا على الذين لم يختلفوا، فإن الله قد رحمهم، وأما المختلفين فلا تنالهم الرحمة، إنما تنال الذين لم يختلفوا. والاختلاف لما كان لابد أن يحصل، فإن الله جعل ما يحسم به الخلاف، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمختلفون يرجعون إلى الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن لم يقبل تحكيم الكتاب والسنة في مسائل النزاع والاختلاف ليس بمسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدون حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الاختلاف في المسائل الاجتهادية، هذا في الاختلاف في العقيدة، أما الاختلاف في المسائل الاجتهادية بحسب الأدلة، كل يأخذ بما فهم من الأدلة، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فهذا لا يوجب الاختلاف، هو خلاف لكنه لا يوجب الاختلاف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية، وكانوا أمة واحدة، وكانوا إخوانا متحابين. الأئمة الأربعة رحمهم الله يختلفون في بعض المسائل التي تقبل النظر، ولا يتعادون فيما بينهم، هم أخوة. الاختلاف الذي بحسب الفهم من الأدلة من المجتهدين، هذا لا يفسد للود قضية كما يقولون، لأن الدافع له هو الحرص على إصابة الحق، وليس الدافع له هو الهوى. فالاختلاف الذي منزعه من الهوى هذا هو المذموم، وأما الاختلاف الذي منزعه طلب الحق فهذا ليس بمذموم، وهذا لا يفرق الأمة ولا يفسد المحبة بينهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردتنا يقول هذا السائل:
الإنسان الشيخ كيف يعرف بأنه مسحور أو مصاب بنوع من أنواع السحر، وما العلاج في ذلك، وما توجيهكم لمن سحر مأجورين؟ يعرف ذلك بآثار السحر عليه. السحر له آثار كفى الله شره، فيعالج السحر بالعلاج الشرعي، بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية من الكتاب والسنة، وبالبحث عن السحر، فإنه قد يكون مخفيا في مكان فيبحث عنه، وإذا وجد فإنه يتلف ويحرق، وبهذا يحصل الشفاء بإذن الله من السحر. فهذا هو النشرة، هذا هو النشرة. النشرة إذا كانت بالأدعية الشرعية والأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدعوات الصادقة، فهذه نشرة مباحة. وأما النشرة التي بأمور شركية أو بعمل سحر، يقولون ننقض السحر عند السحرة، هذا لا يجوز، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. والسحر حرام وشرك، كفر بالله عز وجل، لا يتداوى به. نعم. هذا السائل يقول: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة منتنة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ عليه أن يعيد الصلاة، لأنه إذا خلع الممسوح عليه بطل المسح ووجب غسل الرجل، فعليه أن يتوضأ ويغسل رجليه ويعيد الصلاة. وإن كان بعد ذلك قد لبس الجوارب أو الخفين على طهارة ومسح عليهما، فإنه يقضي الصلاة التي حصل فيها الخلل ويكتفي بالمسح في هذه الحالة، لأنه مسح جديد تتفق فيه الشروط. نعم. أيضا فقرات عن المسح، يقول الشيخ: انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء وهو على طهارة؟ نعم، إذا انتهت مدة المسح انتقض الوضوء، لأن الرسول وقته يوم وليلة للمقيم، 3 أيام لياليها للمسافر، وفائدة التوقيت أنه إذا انتهى ينتهي المفعول، تنتهي الرخصة. نعم. إذا شك الشيخ في انتهاء مدة المسح أو متى لبس هذا الشراب، ماذا يفعل الشيخ؟ يحتاط، يبني على الاحتياط ويمشي عليه، هل يغلب على ظنه ويكون أحوط له ويبني عليه. نعم. فقرة دائما نسأل عنها الشيخ صالح حفظكم الله، بالنسبة للمسح على الجورب إذا خلع بعد المسح عليه ثم لبس وهو لا زال على طهارة، كما ذكرنا سابقا، إذا زال الممسوح بطل المسح، لأن الرجل ظهرت وزالت الرخصة، فلا بد أن يعيد الوضوء ويمسح من جديد. تقول السائلة الشيخ: بالنسبة للأخوات، يقولنا بأن قراءة سورة الزلزلة عند الولادة تسهل عملية الولادة، هل هذا وارد؟ لا أعلم شيئا في ذلك، لا أعلم أن سورة الزلزلة تسهل الولادة. نعم. وبالنسبة لسورة ياسين عند الطلق، وكذلك سورة ياسين لا تقرأ عند الطلق ولا عند الوفاة، لم يصح في ذلك شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للهموم والغموم هي داء العصر في زماننا، وما من إنسان إلا ويحصل له هذا الغم والهم، ما العلاج في ذلك وما أسبابه؟ هذه أمراض نفسية، وعلاجها بذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والإكثار من الورد في الصباح والمساء. إن الله جل وعلا يحمي عبده إذا استجار به ولاذ به، فتعالج بذكر الله والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والمحافظة على الأوراد الشرعية في الصباح والمساء. هذا بالنسبة للأوهام، وأسبابها كثيرة. قد يكون من أسبابها كثرة السهر بالليل، لأن الناس الآن يبتلوا بالسهر وعدم النوم بالليل، وهذا يؤثر على أجسامهم وعلى رؤوسهم وأدمغتهم، فيعالج هذا بتجنب السهر بالليل. وكذلك من الأسباب ما يشاهده الإنسان في هذه الشاشات وهذه من الحروب والقتل والقتيل والشعوذات وغير ذلك، تشوش عليه فكره. الإنسان بشر ضعيف لا يتحمل هذه الأمور فيتجنب. وأعظم الأسباب للوساوس الغفلة عن ذكر الله عز وجل، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان، ولذلك سماه الله بالوسواس
الخناس، يوسوس عند عدم ذكر الله وينخنس عند ذكر الله عز وجل ويبتعد. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: أريد من فضيلتكم إفتائي في مشروعية الدعاء عقب الصلوات والمداومة عليها بصورة جماعية، وهل يكون ذلك سببا في تفريق المسلمين والعداوة بينهم في المسجد الواحد؟ نعم، الدعاء مشروع بعد الصلوات، ولكنه انفرادي وليس جماعيا، كل يدعو لنفسه ولمن يريد بدون صوت جماعي، هذا مبتدع. الذكر الجماعي والقراءة الجماعية والدعاء الجماعي كله مبتدع، وكل يذكر الله في نفسه منفردا عن الآخرين. والبدع نعم تفرق المسلمين، تفرق أهل المسجد، تفرق المسلمين، لأن كل مبتدع يريد أن يتمسك ببدعته وأن يتبعه الآخرون، فإذا لم يتبعوه فإنه ينفر منهم. فالبدع تفرق الناس، توجب العداوة والبغضاء فيما بينهم، وهذا من أضرار البدعة، مع أنها تبعد عن الله، هذا أشد، تبعد عن الله. الطاعة تقرب من الله، وأما البدعة فهي تبعد عن الله عز وجل، تبعد المبتدع من ربه، ترد عمله الذي عمله بدون سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. هذه خسارة، أنه يتعب بلا فائدة، بل يأثم بذلك. فالبدعة لا خير فيها بوجه من الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: أجد صعوبة شديدة عند قيامي لصلاة الصبح، أريد حلا من فضيلتكم في ذلك. اعزم على القيام ويعينك الله عز وجل، وبكر في النوم أيضا لتأخذ حظك من الراحة، بكر في النوم، هذا من الأسباب. أيضا أوص من يوقظك لصلاة الفجر من حولك، اعمل منبها حولك، تحرك عند الصلاة. الأسباب كثيرة والحمد لله ميسرة، ولو أن الإنسان عزم على القيام وعود نفسه على ذلك محتاج إلى هذه الأشياء، بل هو يقوم من نفسه، وإذا جاء وقت القيام استيقظ بلا منبه وبلا أحد. يقول: أريد أن أتزوج وعلي ديون، هل يجب علي سداد الديون كاملة ثم أتزوج؟ إن كانت الديون غير مطالب بها وأنت تخاف على نفسك أبادر بالزواج، ما إذا كانت الديون مطالبا بها وحال عليك فابدأ بسداد الديون، والزواج ييسره الله فيما بعد. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم. يقول الشيخ: إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فهل الطهر من دم النفاس يعتبر أول طهر ويحسب من العدة، أم لابد أن تحيض المرأة ثم تطهر ويحسب الطهر الذي يكون بعد الحيضة الأولى من النفاس؟ العدة بالنسبة للمطلقة، إن كان الطلاق بائنا فالعدة، إن كانت المرأة حائضا تحيض، إن كانت المرأة ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض، والحيضة تنتهي بظهور النقاء التام. فإذا انقطع الدم انقطاعا تاما ولم يخرج شيء، وخرجت القصة البيضاء، أو هي اختبرت نفسها بقطنة ألم يظهر شيء، فقد انقطعت الحيضة وانتهت، تكمل ثلاث حيض. والمطلقات كما قال الله جل وعلا: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض على المذهب. فإذا طهرت من الحيضة الأخيرة ورأت النقاء التام انتهت عدتها، فيجب عليها الاغتسال والصلاة. إذا انقطع دمها انقطاعا تاما في رمضان قبل الفجر أو مع طلوع الفجر يجب عليها الصيام. نعم. يقول السائل: أنا في الصلاة استغفر للمسلمين في جميع الصلوات، فأقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب للدعوات، هل لي بكل واحدة منها حسنة؟ لك الأجر في هذا، إذا دعوت لنفسك ودعوت لإخوانك المسلمين فلك في ذلك الأجر من الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة عظيمة، ولأنك تنفع المسلمين بدعائك فلك الأجر من الله سبحانه وتعالى في ذلك. الدعاء هو العبادة كما في الحديث:
فضيلة الشيخ، هذا سؤال حقيقة دائما يلدنا، يقول بعض الناس عنده هوى ويقوم بتصنيف الناس، نريد من الشيخ صالح كلمة وتوجيه في هذا. أما تصنيف الناس بمعنى أنه ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم ويكون عنده فرقان لأهل الخير من أهل الشر، ولأهل السنة من أهل البدعة، ولأهل الهدى من أهل الضلال، فهذا لا بد منه، فرقان بين هؤلاء وفرقان بينهم في المحبة، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، لا بد من هذا. الذي ليس عنده فرقان ليس عنده دين يفرق به بين الحق والباطل. أما إذا كان دافع هذا هو الهوى والبغض للناس، هذا محرم، وهذا نمام مغتاب، يحرم عليه ذلك أنه يتبع هواه، والذي يحب يمدحه والذي لا يحب يذمه ويحذر منه بدافع الهوى، فهذا والعياذ بالله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نعم، أحسن الله إليكم. آخر يسأل ويقول: إذا كنت أعمل في شركة وفي داخل هذه الشركة هناك أشياء مستعملة ألقيت في مكان مخصص بغرض التخلص منها كالنفايات، هل يحق لي الاستفادة منها بصورة شخصية وأنا أعمل في هذه الشركة؟ ما دامت أنها في المستودع، هذا دليل على أن أهلها يريدونها ويحتفظون بها. أما إذا ألقوها خارج المستودع، ألقوها في الشارع أو في البر أو مكان خال، فإنهم راغبوا عنها، فلك أن تأخذها. نعم. هذه سائلة تقول: أسأل الشيخ صالح حفظه الله عن عدة المطلقة الرجعية وعن كيفيتها، وماذا إذا خرجت من منزلها، وما الإثم المترتب على ذلك، وكيف تكون عدة المطلقة ثلاثا وعندها أطفال؟ عدة المطلقة رجعية أو بائنا، إن كانت ممن يحضن لها ثلاث حيض، لها ثلاث حيض، إذا طهرت من الثالثة انتهت عدتها، وإن كانت ممن لا يأتيهن الحيض لكبر أو لصغر فإن عدتها ثلاثة أشهر. ولكن البائن ليس لها نفقة على زوجها، وليس لزوجها أن يقربها في العدة لأنها بائن منه. أما الرجعية فإنه مستحب لزوجها أن يرتجعها لأنها من زوجاته ما دامت في العدة. الرجعية زوجها ما دامت في العدة يجب لها مال الزوجات، إذا رجع استرجعها زوجها فإنها ترجع إليه. قال جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. والسلام عليكم.